ودعت عزبة كفر صقر 4 من أبنائها، ذهبوا إلى سيناء يحملون الملح على ظهورهم مقابل أجر زهيد لا يكفي احتياجات أسرهم، وعادوا محمولين على الأكتاف إلى مثواهم الأخير. بالأسود اتشحت نساء القرية حزناً وحداداً على من خرج من رجالهم لطلب الرزق القليل، لكنهم عادوا جثة بعد أن اغتالهم رصاص الإرهاب. كلهم عيالنا، عيالنا وإخواتنا، ده طفل، ده صغار، ده صغار طفل لسه عادوا ثانوية عامة، ثانوية عامة موتوه أبوه في لحظة واحدة، هو أبوه واثنين عيالهم اهو، عيالهم تصورون معاهم، شباب ورد، شباب ورد، شباب، شباب ورد، من دول، من دول شباب ورد، مش حرام، مش حرام يكونوا بيصلوا ويعملوا فيهم كده؟ انا ما قاعده بتخيل المنظر، انا مش مصدقه، انا بقول بصور فيلم، ازاي يحصل كده يا سياده الرئيس؟ ازاي يحصل كده؟ ازاي في بلدك يحصل كده؟ عاد المصابون وشهود العيان يحملون في ذاكرتهم مشهدا من الجحيم وحكايات عن الهجوم الإرهابي يتناقلها أهل القرية المكلومة، ويعيدون تفاصيلها على مسمع من أب مكلوم وزوجة ثكلى وابن ذاق اليتم قبل الأوان. احنا كنا 8 شغالين في الملاح، وكنا شغالين مع بعض ورايحين نصلي الجمعة، دخلنا توضينا وصليه ومتصلي ركعتين السنة مع أول كلمتين في الخطيب، لقينا الدعفلة بر، أول واحد انصاب الخطيب، بعد كده ما شفتش حاجة، نمت على بطني وأحمد نام قدام أحمد إبراهيم وطلعت ابن خالي نايمين قدام مني ميتين، ديت نام مش قادر أعمل أي حاجة، ديت ماشي ماشي على بطني على بطني مخشيت الحمام، ديت مستخبي طلعت برا لقيت أخويا، لقيت أحمد اللي واقف جاري ده، لمينا بعض تاني وخال أشرف، بقيت 8 وجينا 6، شلناهم وروحنا السكن حدان، لمينا بعض في السكن ومعانا احمد وطلعت نايمين قدامنا، واحد راسه مفتوح وطلعت واخد طلقتين في بطنه وطلقه في دماغه، لما في البطاطين بتاعتنا، منظر مش عايز اقول لك عليه، مش انطاق ولا انشاف، ناس اتعجدت، ناس بيقول لو هنموت مش رايحين تاني، اكل عيشه مفيش هنا صنعة، لا في هنا صنعة ولا في اي حاجه هنا، الناس كل عيشتها هنا للشياله، يعني كان بيشتغل في المحلج في المضرب عيشته للشيال، بيشيل على ظهره، راجل بيتعذب بموت بيشيل اكتر من وزنه عشان ياكل عيش بالحلال. انت بتقتله ليه؟ انا عايز افهم انت بتقتله ليه؟ عمل فيك ايه؟ صمت حزين يخيم على قرية يعقوب ويسكن بيوت وقلوب ساكنيها، وحركة للناس شبه عادية لكن لا تخفي مشاعر الصدمة والرعب من هول ما حدث. يسرى أمين، اليوم على الحرة.